بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ محمد شكر أحمد، مدرس مادة العلوم والحياة المدرسة الفلسطينية، استكمالا للحصة السابقة وهو درس المحاليل. تكلمنا الحصة السابقة عن تصنيف المحاليل، وقلنا أن المحاليل تصنف إلى ثلاث أنواع، وهي المحاليل الحقيقية والمحاليل المعلقة والمحاليل الغروية. أيضا تكلمنا عن العوامل المؤثرة على ذوبانية اللي هو الدقائق المذاب. أول شيء تكلمنا الحصة السابقة عن حجم المذاب، تناولنا خلال الحصة السابقة والمقارنة بين حجم اللي هو السكر الخشن والسكر الناعم. دعونا اليوم نتحدث عن ثاني عامل من العوامل المؤثرة على ذوبانية الدقائق المذاب، ألا وهي درجة الحرارة. تعالوا معنا نقوم بتنفيذ نشاط اللي هو 7 صفحة 37. تمام. الآن أدوات النشاط: ملح، مقياس درجة حرارة، معلقة، وكأسين وماء مقطر أو ماء من المحلول المقطر. الآن نقوم بملح الكأسين من الماء المقطر بحجم 50 ملي، ثم نقوم بقياس درجة حرارة الماء البارد. لقد وجدناه تقريبا 24 درجة مئوية، ولقد قمنا مسبقا بتسخين هذا الكأس لدرجة حوالي 50 درجة مئوية للمقارنة في تأثير درجة الحرارة بين الماء البارد والماء الساخن في ذوبانية دقائق المذاب. الآن نقوم بوضع معلقة من الملح في الكأس الأول وهو كأس الماء البارد، ثم نقوم بوضع معلقة أخرى في الكأس الثاني وهو الماء المسخن أو الساخن. نقوم بتحريك هذان الكأسين جيدا، كما تلاحظون أحبائي الطلاب أن دقائق المذاب أو دقائق الملح في الماء الساخن ذابت بشكل أسرع من الماء البارد، وذلك لتباعد جزيئات المذيب كما تلاحظون، وذلك بسبب تباعد جزيئات المذيب في الماء الساخن، مما أدى إلى الإسراع في ذوبان دقائق المذاب فيها. الآن تعالوا معنا نقوم بحل أسئلة النشاط، نشاط 7. السؤال الخامس: ماذا نلاحظ؟ لاحظ أنه يذوب الملح في الكأس الثاني أسرع من الكأس الأول. الآن بالنسبة للسؤال الثالث، أجب عن الأسئلة الآتية: في أي الكأسين كان ذوبان الملح أسرع ولماذا؟ في الكأس الزجاجي الثاني كان ذوبانية الملح أسرع، لماذا؟ لأن الماء فيها أسخن من الكأس الأولى، لأنه قمنا بتسخين الكأس الثاني إلى درجة حوالي 50 درجة مئوية، فكان درجة حرارة المذيب مالها أعلى. الآن السؤال الذي يليه، ما أثر ارتفاع في درجة الحرارة على سرعة الذوبان؟ تزداد ذوبان المواد المذابة كلما زادت درجة حرارة المذيب بسبب تداخل واكتساب دقائق المذاب طاقة تجعله تدخل بين جزيئات المذيب. الآن في عندنا سؤال في أسفل الصفحة، سؤال: ماذا تتوقع أن يحدث لو تم استبدال النشا بالملح في هذا النشاط؟ لو قمنا باستبدال النشا ماذا نتوقع أن يحدث؟ يقل ذوبان النشا لأنه يذوب في الماء البارد أسرع،
على عكس المواد الصلبة كالملح والسكر تحتاج إلى محاليل أو مذيب ذات درجة حرارة أعلى ليكون سرعة ذوبانها أسرع، لكن النشا يحتاج إلى درجة حرارة أقل. ملاحظة: المواد الغازية يقل ذوبانها مع ازدياد درجة الحرارة، على عكس من؟ على عكس المواد الصلبة كالملح والسكر التي يزداد ذوبانها مع ازدياد درجة الحرارة. في سؤال آخر، سؤال فكر: يعتبر مذاق المشروبات الغازية أو يتغير مذاق المشروبات الغازية بارتفاع درجة الحرارة، لماذا؟ لأنه عند رفع درجة حرارة المشروبات الغازية تقلل من ذوبانية ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل أو مما يؤدي إلى تصاعده من هذا المحلول، مما يؤدي إلى التغيير في طعم هذا المشروب الغازي. إلى هنا أحباء الطلاب، لقد انتهينا من الدرس. هذا بالله التوفيق.